عسلامة ومرحبا بكم من كل فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم كما قاعدين نشوفوا بدلت لكم الكاتيجوري شوية، واليوم جبت لكم ماركة تصنف كأقدم ماركة صينية في العالم. إي نعم، اليوم معنا ماركة اسمها شانغان، والموديل اللي معنا اليوم اسمه هانتر. دونك الماركة دي كما قلت لك تصنف كأقدم ماركة في العالم، دونك مهمة برشا ومهم برشا إنك تعرف شنية الماركة دي وشنية الموديل هذا. والموديل هذا صحيح جديد في تونس لكن قديم في برشا حاجات باش نكتشفوهم مع بعضنا. نحكيو على شنو فما من برا من داخل، واهم حاجه شنية الموتور نتاعو، كلهم في الحلقه هذه. قبل ما نبداو اشتراكك في القناه مهم على الاخر، وكان عندك اي سؤال بخصوص الكهرباء ولا اي سؤال بخصوص اي كهرباء اخرى مرحبا بك في لي كومونتير، ولا تلقى معلومات اتصال في الديسكريبشن اللغه. يلا بينا ليتس جو. شانغان هانتر، شانغان F70 هانتر، لانتازي، بيجو لانتريك، فيات تيتانو، كل هذه الاسامي تنطبق على كهرباء واحده واللي هي نفسها واللي هي اللي معانا اليوم. في تونس جينا باسم شانغان هانتر. شنو الموضوع هذا؟ فاش قاعد نحكي به؟ ماركة شانغان كما قلت لك تسمى اقدم ماركة صينية في العالم، عمرها اكثر من 160 سنة، تحديدا 161 عام لحد الان سنة 2023. به الماركة دي متخصص اختصاصها هي الكهرباء هذوما والكهرباء الصغار لي كوميرسيال، معناتها اختصاصها هي الحاجات هذوما. دونك باش تفهموا مدى قوة التاريخ نتاع الماركة اللي وصلتنا للبيكاب هذايا، وزيد البيجو هذا قلت لكم بيجو خاطر هو ديجا نفسه بيجو لانتريك، بيجو لانتريك ولا شانغان هانتر هذوما يجيو تحت كايسين، كايسين واللي هي ماركه تحت ماركه شانغان. دايوغ ماركه شانغان عامله برشا ديكوبيراسيون مع برشا دي كونستركتور اوتوموبيل، اهمهم فورد ومازدا ودغنييغمون مع بي اس ا واللي هي بيجو سيتروين وال 14 ماركه اللي تحملهم ستيلانتيس. الموديل اللي معنا اليوم يجينا تحت اسم شانغان هانتر، وشانغان عندها ديجا دوتر موديل يتركبوا في تونس. شانغان بصفه عامه تصنع ولا تتركب في نيجيريا، في غانا، في تونس، في الصين، هذوما اهم الموديل اللي تصنع فيهم. ولهنا هذه الموديل اللي معنا اليوم اسمه الشانغان هانتر، معناتها في تونس جينا تحت اسم شانغان هانتر. باهي كيما قاعدين تشوفوا ان بيكاب، الحاجه اللي يحب تفهمها في البيكاب هذايا انه مش كيف اي بيكاب، كي تسمع بيكاب على خاطر البيكاب هذايا جاي مش يقول لك اني بيكاب تاع خدمه، جاي باش يقول لك انا بيكاب نجم نعوض الاستعمال العائلي نتاع السي في ولا نتاع اي كهرباء اخرى. هاك علاش معنا اليوم باش تكتشفوا بشوي بشوي اللي هو نجم يكون استعمال عائلي اصلا مش حتى استعمال نتاع خدمه، وعندنا حتى دوت بيكاب في نفس الكاتيجوري هذيا في تونس. كيما قاعدين نشوفوا اهم حاجه اللي لاحظوها من قدام واكثر حاجه بارزه واللي هي الشباك نتاعو من قدام، الحاجه اللي باهي اللي هو بلاستيك. شوفوا كيفاش نوريكم اون باراليل جاي من المقدمه، دونك هو جاي مقدم برشا. دونك مثلا كان الكهرباء تضرب من قدام هو اول واحد يضرب، لهذا حطوه بلاستيك. بلاستيك علاش؟ بلاستيك باش التكلفه نتاع التبديل ارخص برشا من يكون طوله والا نعرفش انا كرومي ولا اي حاجه اخرى. حتى فيه طرف كروماج هذايا باش يزينوا الكهرباء كومي، معناتها انت تخيلك جات من غير الكروماج هذايا الحقوا مع اللون هذايا باش تجي طافيه برشا الكهرباء الصراحه. هذايا اللوغو نتاع الماركه من لوطه عندنا لي زونتي بريير واللي هما اضواء الضباب داير بها من كاش بلاستيك، هذا يعجبني برشا صراحه. وهذا كله بالنسبه للقدام تقريبا تاع الكهرباء. لي فار تاعها ال اي دي وفيهم الديريكسيونيل عاديين على الاخر، اوزر الكبوت نتاعها كيفاش فيه خطوط حاده يعطيه هيبه الكهرباء من قدام. دونك هذا بالنسبه لها من قدام. خلينا نشوفوا توا على جنب شنو فيها. على جنب بتزيد تفهم التوجه نتاع الكهرباء اكثر، خاصه كي تلاحظ اللي فما برشا كروماج. نعم برسمي برشا كروماج في الكهرباء. دونك بخلاف من قدام عندنا على لي بوني نتاعها من هنا داير من هنا باللي فيتر تاعها من هنا، وعندنا بالنسبه للجنط نتاعها 265 65 17 انش. عجبوني كيفاش ماهمش 18 ولا 19، دونك في السسبونسيون باش تكون باهيه برشا. دونك شفت كيفاش حب يوضح لك الكهرباء راه مش تاكل تخدم بها التجاره وكل. ديجا هي شوف احنا توك نشوفوا جنب تاعها الشاسي والبلاتفورم تاعها نفس نتاع البيجو لانتريك اللي تركب في تونس. اوك علاش قبيله قلت لك في التقديم راهي صحيح جديده اما راهي قديمه. علاش قديمه؟ خاطر البيجو لانتريك جات من عام 2021، دونك الشاسي والبلاتفورم نفسهم. وبالنسبه لتوجهها هي وخاطر ابرز المنافسين شكون هم؟ ابرز المنافسين هي البيجو لانتريك. كي نشوفوها هي والبيجو لانتريك نلقاو ان البيجو لانتريك تمشي اكثر خدمه وهذه تمشي اكثر عائليه. دونك هي عباره نفس الكهرباء، اذا تحب انت استعمال عائلي تاخذ هذه، تحب استعمال تجاري تاخذ البيجو لانتريك خاطر هي فينالمون نفس الكهرباء. والمنافسين الاخرين جريت وول باور، دونغفانغ ريتش، هذوك الموديلات الاخرين. دونك تنوريك تصورهم وكل موجودين عندنا دوتر موديل المنافسين في نفس الكاتيجوري بالضبط ونفس حتى التوجه يكون عائلي ماهوش تجاري. دونك لهنا بالطبع عندك هذيك تحط عليها ساقيك وبالبلاستيك على جناب وماش خايبه بكل نفس اللون هي والكهرباء. الدخول ما غير مفتاح ينجم يصير والا بالمفتاح، عندك لي دو شوا، عندك الكلينيوتون نتاعها في الريتروفيزور نتاعها، وهذا كله بالنسبه للجنب نتاعها. ما غادي كيما قاعدين تشوفوا على الجنب تاع البانه من تالي حطوا لك تاع تربط الحبل كي تحط حاجه. دونك يقول لك وحتى كان استعمال عائلي نجم يحط فيها حاجه، دونك علاش محطوطه هي فان كون. دونك هذيك وهذا كله بالنسبه للجنب نتاعها. الشانغان هانتر دي فيرسيون واحده
هذه هي قاعد نصور لكم، فماش فيرسيون اخرى توبسيون ولا بازيك، هذه هي واحده بركه. وسوم حكيت 122,000 دينار. قولوا لي انتم اذا السوم هيقبل المنافسه بالكدا ولا لا. قبل ما نتعداو للتيلي نتاعها خليني نوريكم المفتاح نتاعها وباش نوريكم فازا فيه. دونك مفتاح بالرسمي مزيان برشا، بالرسمي كي اصلا كي تشوف ورقه ما تحسش كهرباء تاع خدمه صراحه، تحس كهرباء يعطيك اصلا فخامه في المفتاح. عندك ثلاثه فلس، واحده نتاع التسكير، واحده نتاع تزمير تاع الكهرباء، تنزل عليها مرتين كهرباء تزمر معك فول فايند ماي كار، هذيك انت بالكهرباء ما لقيتهاش دونك تحب تزمر لك باش تلقاها وين. تاع الحلين والسيكيورتي اكثر، دونك كرومي داير بيه هكا. وزاد فيه المفتاح نتاع البحر ولا المفتاح اللي باش تدخله زاد غادي. الفازة شنو هو؟ واللي هي عادية على الاخر لكن باهية في بيكاب، واللي هي كي تحلها انت تلفزيون ربا تابل، وزيد كي تبقى نازل البلارات يهبطوا. حاجة أخرى كي تسكرها زاد روتروفيزور ربا تابل وزاد البلارات باش يطلعوا. كلهم اوتوماتيك، لا ربع يطلعوا اوتوماتيك مو بالفلسة هذه. يلا طب خلينا نشوفوا التيلاني. بالنسبة توا للتيلاني نتاعها هذه كيما كل بيكاب لازمك تسايس عليها كي تهبطها، معناتها تشدها تخليهاش تهبط الكل، سينو تعمل صوت قوي. وبرسمي رزينة باهية باهي لهنا. حاجة اللي عجبتني كله مغلف، شفتوا هذايا الأنحاء نتاع البان نتاعها كلها مغلفة، نتاع الكاس التيلانية كلها مغلفة كل بلاستيك هكايا، خير حتى كي تحط عليه سلعة ولا حاجة مش يخبش الطولة. هذه حاجة عجبتني برشا، حاجة عملية بالكدا صراحة. كلمة شانغان ستيكر مكتوبة، كانوا نجم يعملوا ما أحسن، ولكن نجم يعملوا هيش أكس معناتها بالكل، معناتها تحسها أكسسوار أكثر من أنها تكون حكاية بار ديفو. ولهنا عندك كلمة هانتر مكتوبة بالكرومي مزيانة، عندك فيها الرادار من هنا، وبالنسبة للكاميرا نتاعها محطوطة هوني، والبوانيز هذه كملوها بالكروماج. هذا بالنسبة للتليني نتاعها. ولهنا عندك لافو نتاعها عاديين جدا مزيانين ماهمش خايبين بالكل. وداك مهم قلت لكم على مقبله تربط حبولات فيهم بالبلاستيك من هنا شادين بالكدا بالنسبه للكهرباء. تو هذا كله بالنسبه نوريكم هذه اون باراليل تشوفوها. وتو خلينا نطلع لداخل نشوفوا شنو وفرت للاستعمال العائلي. قبل ما نطلع في الكهرباء حبيت نوريكم حاجتين لاحظتهم، واللي هما حاجه الاولى واللي هي الكوبه نتاع الفوانيه نتاع الكاستلانيه تبقى ديما محلوله ماهيش تابعه للفيرميتور سونتر تاع الكهرباء. الحاجه الثانيه كي تحل انت الكهرباء هذا ماهوش يتحل، وانا حليتها اما هذا ماهوش يتحل. شنو اللي يتحل؟ كان باب السائق كهو، باب السائق كهو يتحل باهي. شوف توا نعاود نحل، نعاود ننزل على الحلان هذا يولي يتحل. دونك الحل البوتون النازله الاولانيه كان الباب نتاع الكونديكتور كهو، النازله الثانيه بيبان الاربعه يتحلوا. يلا توا اطلع معايا. باهي بالنسبه توا للتيلاني نتاعها، باهي بالنسبه للكرسي هذا موخر به. اول حاجه لاحظتها وعجبتني ان شاء الله قاعدين تراو فيه كانك نوريكم اون باراليل كل شيء. دونك لهنا عندي حط لي كروشي ورا الكرسي، قال لي ماكس 4 كيلو. دونك لهنا نهزو هكا ننزل عليه هكا، تعلق حاجه ماكسيموم 4 كيلو ما تفوتش 4 كيلو. بالنسبه للكسوه نتاعها ما بين الكوير السيمي الكوير والسير بيكور بالابيض والقماش، الكسوه كيما كسوه نتاع اي كهرباء صينيه ديما هكا نقابلك سوا يديهم مرخوفين شويه، وهذه حاجه عاديه معناتها خاطر اون فان كونت الكاليتي هي اللي باش تحكم. وحاجه عجبتني كيفاش كل شيء مغلف من هنا، كل شيء مغلف. بالنسبه للكونتر بورت نتاعها باش يوريك حتى استعملها عائلي، كونتر بورت من تالي مغلف بالنسبه وين تحط يديك مغلف بالسيميلي كوير والسير بيكور، ويكمل بالبلاستيك فيها فيتر الكتريك وفيها زاد رونجمون وبلاصه نتاع دبوزه، وفيها زاد بالضبط بالطبع الروت بارلور نتاعها. بالنسبه للزيسباس كيما تعرف بيك اب، دونك لهنا حتى التونيل نتاعو ماهوش عالي، حاجه عجبتني. دونك لهنا انا كيفاش نتنقل، نقل بطريقه بصفه معناتها بطريقه سهله على الاخر. هذه دازه شويه خاطر هذه بلاصه فيها اكودوار، دونك علاش دازه؟ دونك هما يقول لك نجم يستعملوها زوز خير من يستعملوها ثلاثه، والا الوسطاني يقعد صغير في العمر. من هنا استعمال عائلي، دونك ورا الكودوار عندنا وحده وين تشارجي وحده بركه، وعندنا محذاها كيما نقولوا وين تحط تليفونك تشارجي وتحط تليفونك بحذاها، وعندك زوز فتحات تهوئه داير بهم الكروماج والبيانو بلاك. بالرسمي مزيانه برشا الحكي كيفاش ديتاي حتى ورا الكودوار زاد تلهاو به. نجيو من هنا زاد ليزباس باهيين برشا، خلينا نوريكم الكودوار نتاعها. دونك لحظه بركه نحيو هذه نوريكم الكودوار نتاعها. فيه زوز حاملات اكواب ويتهز من الحبل هذايا من هنا، نعرف انا بعيد عليك نوريك كل شيء باراليل ما تخافش. فيها تروا روبوستات، تروا روبوستات تاعها ريجلابل، ريجلابل يطلعوا يهبطوا. فيها من تالي زاد اضاءه من تالي بالفلسه صفراء ماهيش ال اي دي ولا حاجه، ومن هنا زاد شاده ماهيش خايبه كل، من هنا كله مغلف هذايا الفوقاني، وعندك زاد وين تحط يديك من هنا. ومن هنا كل كربون فايبر فيك هكايا ظاهر زاد فيك على خوم، مش حطوا دورجين راهو حتى فكره ما اغلى ما كما نجموش. كربون فايبر حاجه غاليه برشا ديما تحط كان في البريميوم بريميوم. وهذا هو بالنسبه للتيلين نتاعها. ملي كان تيلين هكا ملي كيفاش قدامي قبل قدامي شوريك اللي فيها تريونغل دو بريزينيلايزاسيون، دونك بتبع فيهاش مال ما نجمش تحطوا في المال، دونك يعطيهولك من هنا
سنين ديما يعملوه. يلا خلينا نشوفوا قدامي تو. نجيو تو للقدامي نتاع الكهرباء ونبداو بالبارتي نتاع السائق. باهي لهنا بالنسبه للكرسي نتاعها الكتريك اي نعم، وفي زاد يقدم يوخر لومبير ريغلاج لومبير نتاعو، وفي زاد ريغلاج نتاع الدوسي، وفي ريغلاج زاد حتى نتاع اللي تحت يديا باش يعطيك اكثر كونفور في القاعده نتاعك. باهي الكرسي نتاعها كيما من قدام كيما من تالي، الحق مريح برشا بالرسمي، مريح على الاخر بخلاف انك تنجم تعمل ريغلاج كيف ما تحب انت. مريح برشا، فيه القماش، فيه سيميلي كوير، فيه سيربي كوير بالابيض، حاجه باهيه برشا. دونك لهنا بالنسبه للكونتر بورت نتاعها كيما من قدام كيما من تالي، عندي فيه سيميلي كوير، فيه السيربي كوير بالابيض، فيه بالبلاستيك الكربون فايبر الفيك، فيه قشر، فيه بلاست دبوزه، فيه زايد على قدامي فيه الضوء يشعل بالاحمر من غادي، وهذا كله بالنسبه للكونتر بورت. في زاد لي بوتون تاع لي كاتر فيتر الكتريك. نجيو من هنا عندي الريغلاج نتاع الريتروفيزور تاع ليفت رايت يسار يمين، وعندي الريغلاج نتاع الريتروفيزور رابطابل، تنجم تصير مانيوال مون من هنا ولا تنجم تصير بالبوتون كيما وريتك قبيله. وعندي مستوى الاضاءه الاماميه، وعندي زاد بلاصه نتاع زوز كوارت من هنا. باهي بالنسبه للفولون نتاعها، الفولون نتاعها كان تغزله باش تتذكر البيجولا نتاعك، ولا حتى كان ما تذكرتهاش، حتى كان تفتح على جوجل بتلقاه لي نفس الفولون نتاع البيجولا نتاعك. علاش كنت تفكر قبيله من برا قلت لك راهو هي تقسم نفس الشاسي والبلاتفورم نتاع البيجو لاند تريك. دونك كنت تفكر في اول فيديو قلت لك راهي هي صحيح جديده اما قديمه، باش قديمه قديمه باكسسواراتها وقطيعها. اي نعم، على خاطر توا انت كنقول لك خذ ماركه صينيه باش تقول لي باهي ممكن الصينيين توا بداو يفرضوا رواحهم وكاليتي نتاع موتورات ماهيش خايبه وبرشا برشا كراب صينيه ناجحين، لكن انا باش يكون عندي مشكله في القطايع باش يكون عندي مشكله في الاكسسوارات. اي نعم عندك الحق، كراب صينيه مشكل في تونس ماركه، في عدة دول خاصة المغرب العربي وشمال افريقيا حتى مصر زادة والشرق الاوسط عندهم مشكلة في قطع الغيار والاكسسوارات في بعض الماركات. لكن لهنا الحاجة اللي عجبتني في البيكاب هذية هي انه الاكسسوارات نفسهم تاع البيجو لانتريك تقريبا كلهم نفسهم تاع البيجو لانتريك اللي جانا تو عنده اكثر من عامين ونص لتونس. ونبداو بهم، عندك الفولون لي بوتون اللي هنا تقريبا كل شيء من الداخل، تقريبا مش كل شيء 100%. باهي الفولون مزيان برشا مقسوم من هنا وفي طلعه هكا وبرسم يعطيك كي احساس رياضي، برسم يعطيك احساس رياضي. عندك على اليمين لي بوتون نتاع تزيد وتنقص الفوليوم نتاع الاورديناتور دبور نتاع تهز وتعلق نتاع التليفون، وعندك على اليسار نتاع الموسيقى ولا نتاع الميديا اللي تحطو انت، وبتاع زاد الكروز كنترول نتاع الكهرباء. باهي هذايا بالنسبه لهنا. ومن هنا زاد عندك وين تحط التيك، بالطبع هذه حاجه لازمه في بيك اب، وهذا كله بالنسبه للشراء هذايا. ومن هنا عندي اكودوار من هنا يطلع في رانجمون جايب الطول مش خايب، متوسط الحجم وما يقدمش ويوخر، وزايد في سيميل كوير بالسيربي كوير بالابيض، هي حاجه دايرين بها كهرباء كامله تقريبا. ما هنا عندي فراند باركينج نتاعها مانيوال، بالعكس انا ديجا نحبوا مانيوال في بيكاب الصراحه، معناتها نشوفوا ما يجي الكتريك الا في بيكاب رسمي قوي برشا مع بريميوم برشا. عندي واحدة 12 فولت ولا اليوم سيجاريت، وعندي زاد زوز حاملات اكواب كبار بالكدا وحتى مغلفين من داخل، شوفوا تركيز على التفاصيل. البوات تاعها مانيوال ما فيهش بوات اوتو في تونس، دونك سيس رابور داير بها كربون فايبر مغلفه بالكوير مش خايبه بالكل. دونك الكهرباء اللي معانا اليوم تنجم تمشي دفع رباعي ولا دفع ثنائي امامي. دونك مثلا انا توا عندي البوتون هذا، انا توا في 2 اتش يمشي دفع ثنائي امامي معناتها فرونت ويل درايف، كان حتى على الفور هاي تمشي على دفع الرباعي، ولهنا تنزل عليها وتمشي الفور لو واللي هي الدبل الثقيل، دونك زاد تنجم تمشي لك على الدبل الثقيل، دونك تنجم الكهرباء زاد تمشي في الاوف رود. هو بالطبع شجر الكهرباء كيف نكهه بالطبع شنو شبيها في الاوف رود. باهي بالنسبه للي بوطون من هنا ايش عندي؟ عندي لهنا نفسهم نتاع بيجو، مش حتى الانتريك نتاع بيجو اون جينيرال، دونك عندك لهنا نتاع المساعده في النزول، عندك التراكشن كنترول، عندك تسكير حل الكهرباء، وعندك لي في دو ديتريس واللي هما لي كاتر كلينيوتون تحطهم كي تبدا باش توخر والا كهرباء اون بان. الكسوه نتاعها كيما من هنا بعثت لكم الكاميرا، علاش؟ خاطر باش تشوفوا اللي حتى الكرسي هذاك فيه الريغلاج الكتريك وسيس ديريكسيون ست حركات. ومن هنا زاد عندي يهبط مانيوالمون، فيه ضوء وفيه المانيوال ديتيليزاسيون نتاع الكهرباء، والحجم نتاعو لا باس فيه، التسكير نتاعو زاد ناعم برشا. من هنا ما فيهش مرايه، يقول لك شحشتك باهي، يقول لك هذوما نسيم ماهمش يستعملهم، دونك الرجال ما عنده عليه باش يغزر. اما هنا عندك باش تحط اوراق تاع الكهرباء، اما قال لك الرجال يلبسوا لينات، دونك المكياج تاع الرجال اللي هو لينات، دونك حطوا لينات من هنا. عندك هذيا اللي الواحد تاعها
الاضواء نتاعها من الفوق وفيه بوطون واحده اصفر ما همش ال اي دي، وعندك من هنا مرايه يعني تقول لك مرته تقعد بحذاه دونك من هنا هي تنجم تشوف باهي. لهنا عندي لي كابتور نتاع المطر نتاعها وبخلاف اللي عندي لاليوماج اوتوماتيك دو فو، ومن هنا عندي دو زيكران، اكران صغير من هنا اكران كبير من هنا. اما باش نكتشفوهم لازم تقرب لي اكثر، اقرب لي باهي. توا نجيو لهنا باش نوريكم هل الشيء هذا اللي قاعدين تراو فيه شنو بالضبط وشنو فما بالضبط. نعاود نوريكم لي بوطون من هنا نتاع الفولان ونجيو توا لهنا باهي. الكهرباء تخدم بالبوطون دونك هذا الانجن ستار ستوب، دونك كي ننزلوا عليه مره اولى دونك انا حبيت نوريكم دونك هكا خنسكروا الباب خاطر قال لي ما غادي بورت اوفيرت دونك من هنا، وتوا خنوريكم هكا باهي. شوف من هنا عندك هذيك لي بوطون هذيك تنجم تنقص في الحس والا كي تبقى نازل عليها اوزر ما غادي سي باش تعمل ميت فهمت. دونك من هنا خلينا نحلو عندك نسيت مورات الكشادية اوتو دونك انا ننزل عليه نزله واحده يهبط من هنا نتنفسوا شويه ومن هنا تو نبداو نحكي لكم باهي. هذا بالنسبه للانسترومونتاسيون تاع شفتوا كيفاش عملك الاستقبال المغادي باهي. عندك على اليمين عندك الكونتور نتاع الكهرباء وعلى اليسار عندك الكونتور نتاع الكهرباء. اللوطه عندك الليغوي نتاع الليبرام الليغوي الشلوط نتاع المازوت وعلى اليسار نتاع السخانه نتاع الكهرباء باهي. في الوسط كيما قاعد تشوف مغادي عندي اكران صغرون. الاكران صغرون هذاك منين نتحكم فيه؟ نتحكم فيه من هنا باهي. نجي من هنا هكا ونبدا نبدل باهي. انا توش نزل على هذيك باش نبدا يبدل لي دونك قال لي ايتا دي فيكول نورمال دونك ما فما حتى ما قالك ما فما حتى مشكل في الكهرباء باهي. لهناش عندي عندي كلك ريغلاج، عندي ريغلاج دو ليمينوزيتي الاضاءه نتاع الاكران، ريغلاج دي فوليوم، الشوا دي لونغ باهي. لهنا لحت حكايه باهي. شوف انا كي ندخل هنا نلقى فرنسي انجليزي صيني ما نعرف شنيا اندونيسيا باهي. هذه شوريك الدول اللي تمشي لهم الكهرباء باهي والعربيه. دونك لهنا عندك عده لغات، احنا طبعا نحطوا العربيه خاطر هي لغتنا دونك استناو هي بدل شويه دونك هاكا قال لك بدلها لك بالعربيه باهي. نجي لهنا عندك ضبط اللغه ضبط الوحده واللي هي باش تبدل الكونسوماسيون تحبها ايتر على 100 كيلومتر ولا كيلومتر قداش كيلومتر على الليتر فهمت. كل واحد كيف يحب خاطر احنا في تونس مستنسين ايتر على 100 كيلومتر دونك لهنا نبدلوا احنا السرعه وديك السرعه تحب ترى الفيتيس الكترونيك ولا لا. اللوطه قال لك باقي اميال هذاك يقصد قداش الكيلومتر قداش تمشيك من كيلومتر مع المازوت اللي فيها، وعلى اليسار هذيك ترى فيها 63 كيلومتر هذيك تقصد التريب نتاعها معناتها انت مثلا تحب تبدا الرحله تعرف قداش تمشي بالضبط تحط مغادي وتنجم حتى تعملها ميزه زيرو. من فوق مغادي عندك السخانه 29 قال لك رغم اللي نصور اكثر نحس راح عرق توا. هذا كله بالنسبه للكرون هذاك. نجيو لهنا هوني زاد فيه عدة لغات وهما هوني اللي لاحظتو دي هوماي هوني اللي لاحظتو اللي هي اعدادات النظام من هنا ما فماش اللغة الفرنسية هوني دونك هي اللغة الفرنسية ما موجودة كان هوني اكاو هوني ما فماش دونك هذه حاجة مش خايبة بكل مادام عندنا اللغة العربية معناتها الناس الكل يفهمها باهي. وعندك اما الحاجة اللي لاحظتها شوف انا توك نحب نبدل انجليزي قال لي سويتشينج انجلش بليز ويت هو ديتاي صغير على الاخر اما انا نحب الديتاي دونك لهنا اخزر التبديل الصينية رغم اللي انا حات عربيه روا دونك هو كي يبدل عربي يقول لك اش نبدل صيني معناتها دي دي حاجه ديتاي صغير على الاخر ما في حتى مشكل دونك لانيش عندك عندك فيه برشا حاجات الكرون هذيا اللي ضاء شو اسمه من هنا هكا معمول هكا على السخانه شفت هذيك حطوا له الكوفر هذاك على السخانه من غادي هاكا. ومن هنا في عده حاجات باش تبدل الصوت تاع الكهرباء عدد مجال الصوت وين تحبوا يمشي الصوت بالضبط الراديو اتصال الهاتف محمول البلوتوث الوسائط المتعدده وذي نتاع الميديا نتاعها تقدر تحط ميديا تسمعوا من هنا اعداد السياره عدد السياره غادي يصور لك الكهرباء كان قاعد كيما شفتها دونك قفل تلقائي عند القياده فتح القفل تلقائيا بعد وقوف السياره قفل ثانوي هذيك قفل ثانوي كيما الاوبسيون تشبه الاوبسيون اللي ورثتكم قبل المفتاح تاخير الضوء الامامي قداش يقعد بعد ما طابت من الكهرباء فلومي هوم عرفت تحبوا يقعد 10 سكوندات ولا تحبوا يقعد حتى ل 120 سكوند دقيقتين معنا التوجيه بزر واحد عدد المكيف لهنا خاطر كلمة الزر تاعها مربوط زاد بالاكران نتاعها ما غادي يعطيك الوقت هذا هو بالنسبه للحكايه هذيك. اما توا باش نوريكم الكاميرا نتاعها دونك تنزل على المبراج وتجي لهنا هي سيس رابور وتحط المارشارير بعد ما تحط مارشارير يعطيك الاكران نتاعها قالك الى الاهتمام للبيئه المحيطه به باهي. وبخلاف حتى هذيك الكاميرات على المارشارير تاعها انت كي تجي لهنا وتحط كلينيتون على اليمين
يتبدل من غادي يحط لك الكاميرا هذيك. اي نعم هذه حاجه باهيه برشا، تعرف ايش تساعدك هذه، تساعدك تمشي في طريق اوف رود وما عندكش شكون يغزر لك من غادي والصعيبه النظر من الشارع هذيك، دونك انت جوست تحط كلينتون وتبقى تشوف على جنب نتاعها، والتحكم الكاميرا كيما وريت لكم قبيله من هنا، وهذه البوتون زاد نتاعو نتاع البوست نتاعها دونك من هنا. البوست الحقيقه الاضاءه نتاعو مزيانه برشا، يجاوب خلينا نقول نعطيه 8 على 10 في الاجابه. هي الخلفيه اللي هي الفون ديكرون، تبدل الفون ديكرون كيف ما تحب انت. باهي لهنا كيما وريتهم لك قبيله هذوما نتاع مساعد على النزول، لهنا كلمة الزر نتاعها انت دوم تحرك دوم ننزل اسي من غادي. لحظه بركة خلينا نحط كونتاكت. اي نعم دونك هاك شفته، دونك لهنا هاك يعطيك من غادي درجه التهوئه والواحد وين ماشي ونقول سخانة اش حاتها انت، دونك يعطيك المعلومات ما غادي تخرج تغزر من اللوطة، ديجا ما عندكش وين تغزر من اللوطة، فهمت؟ ما عندكش كان ما غادي هكا هاو، فهمت؟ وهذايا ها نجم نعملو هكا ونزل هنا اوف. هذا كله بالنسبة للشيء هذايا متاع ليزيكران نتاعها، وهذا كله زاد جلوبال مون بالنسبة للانتيريور تاع الكهرباء. بالطبع فيها الارباك من هنا، ارباك من هوني وارباك من هوني، ومزاد على الكراسي زاد راه مش خاطر الزوز راهم ما يكفيوش الكاليتي في الكاتيجوري هذه، عندي زاد من هنا هاكا. والريتروفيزور نتاعها الشوفونت وهكا مكتوبه بالعربي الاشياء المبينه في المراه اقرب من الواقع، وهكا هذا كله جلوبال مود بالنسبه للكهرباء. قبل ما نختم الفيديو نتاعنا خلينا نحكي لكم على اهم حاجه في الكهرباء واللي هي الموتور نتاعها. اول حاجه الكبوت نتاعها يتهز وحده ما غير عصا، وهذه حاجه باهيه برشا خاطر ديجا هو رزين بالقدا. باهي الحاجه اللي عجبتني من هنا مغلف يخدم على العزل نتاع الكهرباء من اللوطة في كاش تحت الموتور في كاش. باهي شنو هي الموتور؟ اعطيني ساعه الموتور شنو هي الموتور تاعها نفسه تاع البيجو لانتريك هو بالضبط. ديجا انا ما سمعت عليه حتى مشاكل صراحه، الموتور مورود اكثر من عامين ونص في تونس، عنده اكثر من عامين ونص. 1.9 1900 سي سي يعطي 150 حصان، وزاد يعطي 350 نيوتن متر، والكونسوماسيون الاستهلاك المتوسط يعطيه في 10 لترات. 10 لترات في الكاتيجوري هذه راه في الحجم هذا راهي حاجه معناتها مقبوله نوعا ما. البنات اللي تهز حتى الطرناطه بالنسبه للحموله نتاعها، وهذا كله بالنسبه هذا بالنسبه للموتور نتاعها كله بالكاش كي مغطي من هنا. معناتها الحقيقه بالنسبه تو تجربه القياده مانيش نجربوه خاطر ماهوش ممكن تو، خاصه مع نظام وقت الخدمه تاع الادارات توا الحكايه صار ماهيش ممكنه مع الاسف. دونك انت كان جربت البيجو لانتريك والا حتى كان جربت هذايا ماذا بينا كانت خلينا رايك باش الناس الكل تستفاد، وان شاء الله معناتها مره اخرى كان نجمنا نعملوا تجربه القياده نتاعو تكون افضل ونجربوا اكثر في الكياس ونشوفوا كيفاش يجاوب. هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه اليوم، ان شاء الله تكون استفدت، ان شاء الله ما نكونش طولت عليك، وان شاء الله زاد نقصت في الفيتاس تاع الكلام نتاعي خاطر نحكي بزربه في فيديوهاتي. وإذا عندك أي تعليق أي سؤال مرحبا بك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.